انا سميت حنظله لما قدمت للقراء. هو من مواليد الكويت يعني، ولد بصحافه الكويت هنا، وكنت جاي جديد على الكويت. وانا كابن عين الحلوه لما دخلت عين الحلوه كنت بهالسن هذا 30 فلسطين، فحاولت ارسم هو تعبير ذاتي عن نفسي. بس يعني يمكن انا شعراتي مش على طريقته وكذا، بس هو خصوصي ما قصدت اني اجمله، لانه في اعماقه وحشوته الداخليه يعني انسان كثير حميم ودافئ، وهو بالاخر صار رمز، يعني مش رمز ذاتي فردي الي، رمز ذاتي لكل واحد نفسه طيب، لكل انسان عنده هم. اذا نسيت كلمه تنجيني Thank you.